ومراه ديك البنة شبح السفرة. سافروا في كل مكان شوفوا عوايدنا، ليدين شحال بنان في طباق بلادنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في عدد جديد من حصتنا أطباق بلادنا. اليوم رانا ضياف في خميس مليانة بولاية عين الدفلة. أنا حين نروح ضياف عند خالتي شريفة اللي حتعددنا طبق من أطباق الرمضانية التقليدية. ابقوا معنا. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا. أنا مدام فرح شريفة معلمة الحلويات والطبخ. مرحبا بكم عندنا في بلدية خميس مليانة ولاية عين دفلة. مرحبا بك مدام. مرحبا. نشكرك على حسن الاستضافة. مرحبا. بالمناسبة نحيو كامل الناس عين دفلة. مرحبا بكم، الله يسلمك. يعطيك الصحة. قولي لي مدام، واش راكي حديري لنا كطبق اليوم؟ إن شاء الله راح نديرو طبق تختوخة الخبز اللي بزاف الناس ما يعرفوهاش. أكلة تقليدية ومزمان تاع ناس زمان. نعم. إن شاء الله. وشنو هما المقادير اللي عندنا هنايا؟ نبداو بالمقادير باذن الله. ان شاء الله عندنا الخبز هو تاج الطبخه هذه، يعني الخبز يابس. الخبز اليابس هو تاج الطبخه هذه. عندنا الزيت، زيت زيتون. لا الزيت، زيت الزيتون هو التالي كامل. عندنا الزيت العادي، عندنا الكحل، عندنا طماطيش مصبرة، عندنا القصبر مقطع، زيت الزيتون، عندنا حبة زرودية، عندنا راس بصل، عندنا حبة قرعة، عندنا سنينة ثوم، عندنا الفول الاخضر، عندنا الجلبانه. نشوفوا طريقه التحضير مدام. ان شاء الله نبداو. بسم الله. ان شاء الله نبداو. بسم الله. نبداو بالبصل والثوم هما الاولين. نعم. نقطعوا البصل، يعني من كل خضره درنا كاع حبه حبه. من كل خضره، والاكله هذه ما كاش اللي ما عندوش نظن هذه المقادير في الدار، مقادير بساط وكامل الناس يقدروا عليهم، واكله صحيه. ونزيد نحافظوا على الخبز. أنا في نفس الوقت نحافظوا على الخبز. نزيدوا الحبة تاع القرعة، يعني هاكا نديروهم كامل باش يتقلاو. نديروهم كامل باش يتقلاو. نديرو الزيت، ديروا ما التوابل مع بعضها. التوابل كلش مع اكله تقليديه، ما تتطلبش حاجات اللي كلش مع بعض. نديروا الملح، نديروا القرفه ما نكثروش، نديروا غير شويه باش حمر المغرب، نعمروا المغرفه باش تعطينا اللون وتعطينا البنه. جلبانه. نعم.
يعني حاجه ما تكلفش كلش في مع بعض في ضربه يعني حاجه ما تكلف اغلبيه تاع أغلب المقادير تكون يعطيك الصحه تكون بسيطه وتكون. نشعلوا الفرنو هكذا ونديروا على النار سيليا ونقليو. حتى تقليه ما نقلوش بزاف يعني ندولها ما نقلوش ما نقلوش بنص قليه ماشي بزاف. الاكله هذه ما تقلاش بزاف راكي تشوفي سيليا قليناها غير شويه. هنا نزيدو نضيفو الماء يعني نعمروها نسقيها كاع نعمروها بالماء باسكو كي عارفه الخبز شويه يشرب. هنايا نضيفو الطوماطيش طماطم مصبره ايه طماطم المصبره هكذا ونغلقوا عليها ونخلوها تكمل طيابها. يعني شحال المده نخلوها؟ المده تاعها تاع نص ساعه على حساب الفول على حساب الجلبانه هذا واش كاين حاجات اللي يشدوا فيها. يعني ما يطيبوش فيها يعطيك الصحه نص ساعه ولا ونرميو عليها الخبز وتكمل الطبخه ان شاء الله. قولي لي مدام هذا الطبق هذايا ديروه بزاف هنا في الولايه تاعكم؟ الطبق هذا يعرفوه ناس زمان وحنا تعلمناه عليهم كانت يما وعجوزتي يديروه بزاف. وتاع بكري هما اللي يعرفوا تاع دركا ما يعرفولوش بزاف باسكو علاه من الخبز راهم يقيسوه شفتي أنا. الخبز راه يتقاس بزاف وهذه الاكله ان شاء الله كي يشوفوها باذن الله ربما يعودوا ما يقيسوش الخبز بزاف ان شاء الله ان شاء الله يا ربي بزاف. يعني هذه الحاجه اقتصاديه والمقادير هذوما نقدروا نصيبوهم يعني في اي وقت دار في البيت ما عندهاش حاجه كيما هذه ما كاش دار ما عندهاش المقادير هذو ما يرميولناش الخبز برك هذا واش نقول. ودوكا مشاهدي الكرام نخلو الطبق تاعنا يطيب نص طياب ونعاودو نولو لكم. بعد ما طاب الطاجين تاعنا نص طياب نرميو له دركا الخبز هذا الخبز سيليان نيبسوه في بلاصه يكون نقي وندقوه في المهراز ماشي بيدينا ندقوه في المهراز ونوجدوه. يعني نورمال نحطوه هكذايا مراسن كبار ماشي لازم يكون نورمال شنو هو لازم شويه يطيب شويه باش يكامل في المرقه. نرميو الخبز هكذا ندخلوه كامل في المرقه باش يشرب ديك المرقه. رمينا له الخبز وخليناه يتجمر نجوزو دركا الخبز اللي رافق هذه الاكله. نعم نبداو نشوفوا المقادير مدام ان شاء الله سيدي. نعم. نبداو بالسميد سميد عادي ولا قمح اللي كاين يعني ماشي خشن يقدر يكون سميد رقيق عادي سميد رقيق اللي واجد في الدار. نعم الخمار الماء عندنا الماء دافي باش تخمر باش يخمر لنا العجين تاعنا. نعم. الملح نبداو مدام نبداو ان شاء الله باذن الله بسم الله نديرو السميد القصعة نرافقوا له الخمار نخلطوا الخمار والسميد مع بعض الملح نخلوه مع التالي سيليا ما نديروش دركا باسكو الملح ما يخليش الخميره تطلع
يعني حتى الخميره لازم لها المدافي. ياك صح المدافي باش تتحلل. نعم المدافي باش تنحل وباش تطلع لنا. هنا نقيسوا لنا نزيدوا شويه ملح بعد حتى ما بعد ما درنا الخماره ودرنا الماء باش نزيدوا الملح باش تطلع لنا اللي يطلع لنا الخبز تاعنا. نديروا له شويه ماء هكذا. ندلكوه شويه يعني ما نعجناش ملح بس ما تجمع برك لاباط. ندلكوه شويه على حساب السميد اذا كان سميد شباب ما تدلكيش بزاف واذا كان عندنا طاجين سيليا ما لازمش نغفلوا عليه. ندورو مره على مره نحركوه كي عارف الخبز يلصق. الخبز هو شرب الماء يعني مام الخضره هذاك هو مام الخضره ماشي طيب بالخف ماهيش يابسه بزاف كلش راه طري هكذا. وندورو الخبز تاعنا نزيدو له الماء يعني هكا راهي شربت من هاي شربت الماء. شربت الماء دوك نقرصوها نزيدو لها شويه ماء مازالت مخصوصه شويه باش تجينا خفيف الخبز يجينا خفيف. العجينه راهي ما هي ناشفه ما هي جاريه يعني من بعد نخلوها تريح شويه. دروك حنايا نرمدوها نقرصوها في السميد ونديروها في السنيوه تاعها ونخلوها تخمر. انا وجدنا سنيوه اللي تدخل الكوشه ونخبزوها شويه باش تجينا خفيفه. نديروها شويه رقيقه باش كي تطلع تجينا قيس قيس خاطرش فيها تاني الخميره. فيها الخميره ايه نرقوها شويه في السنيوه باش تجينا مليحه كي تخمر تجي. هذا هو الخبز تاعنا رانا كملناه بعد ما خبزناه هاكي تشوفي. نعم نخلوه يخمر ربع ساعه 20 دقيقه على حساب الجو. كانت الحاله بارده يدي شويه وقت واذا كان الحال سخون ما يديش الوقت. وشحال نخلوه في الفرن يعني درجه الحراره ديالو؟ حنايا نديرو في الكوشه تاع العرب. نعم على حسب ما طاب قيس ربع ساعه 10 دقائق يطيب لنا في الكوشه تاع العرب يعني ما يديش بزاف وقت ما يديش بزاف ويجي خفيف ما شاء الله. وان شاء الله كيطيب راكم تشوفوا ان شاء الله. والان مشاهدي الكرام نخلو الخبز ديالنا يطيب في الفرن كما قالت الفرن تاع العرب ونعاود نولي لكم مع اطباق وجديد. الحار نعم وهاو الخبز اللي طيبناه. يعطيك الصحه مدام. نشوفوا هنا على المائده اطباق زائده. هذو اطباق تاع بلادنا بلديه الخميس ولاية عين دفلة. نعم. هنا طبق القرنون وهذا طاجين الزيتون
اللي معروف عندنا في بلادنا. الحلويات انا قدمناها ليكم هنايا كاين الغريبيه خبز، وهذه لاطاق درتها سبيسيال للشروق، مرحبا بهم. وهنا كاين البقلاوه، وعندنا التشارك، وعندنا الكريوش، يعني حلويات تقليديه. يعطيك الصحه مدام. قدمي لنا شكون راهو قاعد معنا اليوم. نبدا بالام تاعي الغاليه العزيزه، ربي يخليها لي ان شاء الله. ان شاء الله ربي يخليها لي. واختي هذه اللي درت عندها الجنان تاعها، اللي درت عندها واختي هذه الكبيره عليها، جاتني ثاني ضيفه اليوم. ربي يحفظكم ان شاء الله. وما ننساش نشكر مول الجنان، هو اللي الشكر ليه. حنا ثاني نشكروا الحاج الحاج فراح جلول، نشكره بزاف بزاف. يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة مدام، نشكروك على هاد الأطباق وعلى هاد المال مليحة. يسلمك يسلمك بنتي. ربي يحفظكم ويستركم إن شاء الله. إن شاء الله الحاجة إن شاء الله. وأنتم مشاهدي الكرام نقول لكم نتلاقاو في عدد آخر من حصتنا أطباق بلادنا مع أطباق أخرى. سلام. شبح الصفرة كل الدشرة، نلقاو مراها ديك البنة شبح الصفرة. سافروا في كل مكان شوفوا عوايدنا، ليدين شحال بنان في طباق بلادنا.